للحديث عن الأزمة الاقتصادية في سوريا وقرار نظام الأسد تحرير الأسعار، معنا من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري السيد ياسر النجار. أستاذ ياسر، بداية مرحبا بك. ماذا تعني هذه الخطوة تحرير الأسعار وفق فواتير المستوردين؟ تحية لكم ولجمهوركم. يعني أعتقد أن الصورة واضحة، ومن خلال تقريركم يتكشف أن هناك تخبط في السياسة الاقتصادية لهذا البلد. سوريا أصبحت كما ذكرنا العديد من المرات دولة فاشلة بكل معنى الكلمة. لا يوجد أي برنامج لإدارة هذا البلد، لا على المنحى السياسي ولا على المنحى الاجتماعي ولا على المنحى الاقتصادي، آخرها ما ذكرتم من خلال سياسة تحرير أسعار السوق. أعتقد أن هذا الأمر سيفضي إلى حالة كارثية أكثر مما هي الأيام الحالية. سنتكلم في قادم الأيام حول تمايز فظيع كبير جدا ما بين أسرياء الحرب وما بين عامة المجتمع السوري الذين سيعيشون الهوان والظلم والفقر بشكل أكبر ما يمكن. هذا القرار يعني ترك المجال على مصراعيه بالنسبة لي أدوات النظام التي تتحكم بعملية الاستيراد بالنسبة للأسواق، أدوات النظام التي يرغب النظام في زيادة يعني أموالها على حساب الفقراء السوريين، في حين أنه لا يوجد طبقة متوسطة وسيبقى السوريين جلهم في حالة فقر وعوز اقتصادي. إلى أي مدى ساهم النظام المصرفي الجديد الذي وضعته الخزانة الأمريكية في وصول الحال الاقتصادي في إيران أو ما في دول حلفاء إيران كسوريا إلى هذا الحال المتردي؟ هل ثمة علاقة ترى بينهما؟ أنا أعتقد أنه من باب يعني المقاربة الغريبة عندما نجد أن المصلحة مشتركة ما بين اتخاذ مثل هذه القرارات التي من المفترض أنها تفرض على أنظمة وحكومات وتجار الحرب، في حين أن هذه التي ذكرناها هي التي تستفيد من هذه القرارات. مثل هذه القرارات تتخذ يعاني منها الأمرين، المواطن السوري الفقير، وبالتالي نجد أن النظام وحلفائه وأدواته يتلاعبون بمثل هذه القرارات. وجدنا مثل هذا الأمر على مستوى سوريا، ووجدنا أيضا مثل هذا الأمر على مستوى إيران، لدرجة أن إيران عرضت على روسيا بعد سلسلة العقوبات التي فرضت عليها بعد احتلالها لأوكرانيا بأنها تستطيع تجاوز كل هذه العقوبات من خلال نصائح قد تقدمها إيران إليها. إذا بالنتيجة مثل هذه القرارات تظهر للعالم وكأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بما يجب عليها من متابعة النظام بتجاوزاته القانونية الغير قانونية، وأيضا من باب الإسراء الغير مشروع. ولكن بالنتيجة نجد أن النظام يستبدل أسماء ويأتي بأسماء جديدة، ويتم تجاوز مثل هذه العقوبات التي فرضت على أدوات سابقة وتتميز أدوات جديدة بأرباح خيالية. بالنتيجة أرى أن مثل هذه العقوبات لا تساعد المواطن السوري ولا تساهم في أي تغيير للأنظمة المارقة على القانون. هل ترى أن هذا الوضع الاقتصادي هو يعني مرتاح له النظام السوري؟ يعني باعتقادي أن النظام السوري يرى أن معاقبة الشعب السوري يمكن تحميلها على أن هناك عقوبات دولية، يمكن تحميلها على أن هناك ضغوطات وحالة حصار، وهذا مبرر له. ولكن بالنتيجة هو بنفس الوقت يطالب الدول التي تسعى إلى التطبيع معه على أن تقدم مساعدات وأن تقدم سياسة ما يعرف بإعادة الإعمار، إعادة الإعمار أو سياسة ما يعرف بالتعافي المبكر. كل هذه الأمور يعني لأن النظام سيستفيد وبنسبة كبيرة جدا تصل إلى أكثر من 60-70%، في حين أن كل هذه المساعدات ستصل إلى المواطن السوري بالجزء الأقل. إذا بالنتيجة النظام يستثمر حالة الفقر والعوز، يستثمر ويتاجر بظروف وحالة الصعبة التي يعيشها السوري. هذا الوضع الاقتصادي سيد ياسر، هل يمكن أن يجبر النظام السوري على التوجه للمفاوضات وفق قرار جنيف؟ يعني أعتقد لو أن هناك إرادة دولية بإنجاح قرار جنيف وتنفيذه على أرض الواقع، هذا القرار الذي صدر يعني منذ عام 2012، لوجدنا أن هناك ضغوطات حقيقية تمارس على هذا النظام. ولو ما وجدنا أن نظام بشار الأسد يستطيع أن يستثمر هذه القرارات لمصلحته ويستطيع أن يقف على رجليه حتى هذه اللحظة، بل على العكس يحاول أن يسوق لنا من جديد على أنه في ظروف أحسن وأن الأنظمة العربية تهرول باتجاهه. أنا أعتقد أن لا يوجد إرادة دولية لإيجاد حل سياسي يكون بعقوبة أو بمحاسبة نظام بشار الأسد، وإنما الحل السياسي
هو عملية إدارة الأزمة في سوريا، هذا من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تبقى الظروف على ما هي عليه حتى تعيش الدول التي تتدخل بشكل مباشر حالة استنزاف، أتكلم على تركيا، روسيا وأيضا إيران. بالنتيجة سيكون هناك حل، ولكن ضمن صفقة على طاولة المفاوضات تشمل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الإقليم وليس في سوريا فقط. يعني بعد هذا التردي الاقتصادي وهذا الغضب الشعبي على الذي يتصاعد نتيجة هذا التردي الاقتصادي، شاهدنا ما حصل في السويداء، يعني هل ترى أن ثمة غضبة شعبية أوسع نطاقا ممكن أن تشمل مدن أخرى، محافظات أخرى؟ فعلا صحيح هذا الكلام وبشكل دقيق. أعتقد أن السويداء يعني عندما صرخت صرخت من ألم الذي تتعرض عليه نتيجة الضغوطات الاقتصادية وأيضا الضغوطات التي من المفترض أن يخف أو تخفف، وهي الضغوطات الأمنية. أيضا الآن نجد أن هناك ضغوطات، بات المواطن السوري في مناطق يعني ذروة سنام النظام، أتكلم عن المناطق الساحلية، باتت تعاني وتطلق الأصوات بشكل مرتفع. أعتقد أن الأزمة الاقتصادية تعم على السوريين بالمطلق، ولكن حتى هذه اللحظة لا يرى النظام أن مثل هذه الأصوات يمكن أن تطيح به، يرى النظام أن مثل هذه الأصوات يمكن أن يسمح لها لدرجة معينة، ويمكن أن يستثمر النظام في معاناة هؤلاء السوريين، ويمكن أن يتاجر بمظلومياتهم، ولكن قد يرى النظام بعد فترة قليلة أن هناك حالة يمكن أن تتجاوز قدراته الأمنية فيقف عند هذا الحد. من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري السيد ياسر النجار، شكرا جزيلا لك.